والآن تعالوا بنا نستمع إلى ابننا عبد الرحمن الشبراوي، ما شاء الله خطيب مفوه وأداء رائع، أسأل الله له التوفيق والسداد والرشاد. إن شاء الله مستعد؟ إن شاء الله. فضل بعنوان إيه؟ فضل ذكر الله سبحانه وتعالى. ما أحوجنا إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. فضل حبيبي فضل. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات وتفيض، وبشكره تكثر النعم وتزيد، وبفضله تتنزل الرحمات على العبيد. الأمر أمره، والحكم حكمه، والقضاء قضاؤه، والكل عباده، ولا يخرج شيء عن سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حن له الجمال وشكى له الحيوان، فلله در من قال: أنت الذي حن الجماد لعطفه وشكى له الحيوان يوم رآك، والجذع يسمع بالحنين أنينه وبكاؤه شوقا إلى رؤياك. ماذا يزيدك مدحنا وثناؤنا، والله بالقرآن قد زكاك. صلى عليك الله يا علم الهدى، مشتاق مشتاق إلى رؤياك. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأحباب وعباد الله، يقول الحق سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. فهنيئاً لمن يذكر الله سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار، وأبشره بأنه سوف يطمئن الله قلبه، مصداقاً لقوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وخاب وخسر والله من أعرض عن ذكر الله عز وجل، وغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن له معيشة ضنكا، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال الحق سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون. وقال سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. فهنيئاً لمن يذكر الله سبحانه وتعالى، فأي فضل وأي كرم وأي شرف بأن يذكر الله سبحانه وتعالى عبده عنده في السماء. فاذكروني أذكركم. عباد الله، ذكر الله سبحانه وتعالى عبادة يسيرة، ولكن لها فضل كبير عند الله سبحانه وتعالى، وثوابها عظيم، وأجرها جزيل من الله سبحانه وتعالى. بالكلمات اليسيرة يثقل الله ميزانك ويرفع الله درجاتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فكم من النخيل أضعناها في جنة عرضها السماوات والأرض، وجرينا وراء دنيا متاعها غرور، كما قال الحق سبحانه وتعالى: وما متاع الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فاذكر الله سبحانه وتعالى على أي حال وفي كل وقت وحين، فذكر الله سبحانه وتعالى ثوابه عظيم عند ملك الملوك وعلام الغيوب سبحانه وتعالى. ذكر الله سبحانه وتعالى يورث الخوف من الله عز وجل. قال أحد المشايخ في أحد المرات لزملائه لتلامذته، أعطى كل واحد منهما دجاجة وأمرهم بأن يذبحوها في مكان لا يراهم فيه أحد، وفي اليوم التالي جاء وكل واحد منهما وقد ذبح دجاجته إلا واحدا منهم، فسأله الشيخ: لماذا لم تذبح دجاجتك؟ فقال له هذا التلميذ: معلمنا درسا عظيما، وكيف يصنع ذكر الله سبحانه وتعالى في العبد؟ قال: لأنه حيثما اتجه وحيثما ارتحل وجدت أن الله مطلع عليه. قال سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، فاذكروا الله سبحانه وتعالى حتى يذكركم الله سبحانه وتعالى في ملأ خيرا من هذا الملأ الذي ذكرت الله سبحانه وتعالى فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين، وأن يجعلنا من الشاكرين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين.